احنا اما قلنا هنتكلم على الصخور الرسوبية، عرفنا من اهم الحاجات اللي بتحصل بعد عملية الترسيب، بعد ما الراسب والماتريكس بيترسبوا، يجي بعد كده عمليات ما بعد الترسيب اللي هي بتشمل حاجة مهمة جدا اللي هي السيمنت، اللي هي المادة اللاحمة اللي هتخلي لي الصخر اكثر صلابة، او ان هو يبقى كومباكتد ما يكونش فرايبل. فمن انواع ال من انواع الكلي من انواع السيمنت دي اللي هو الكلي مينرال. الكلي مينرال اللي هي المعادن الطينية اللي بتعمل السيمنتيشن للساند، تمام. بس بالنسبة للكلي مينرال، انا لما باجي بدرس الحاجة يا اما بدرسها عيني عن طريق ان انا ببص بعيني فاقدر اشوف، وده بتعامل معاها في الحاجات الكورس جرين زي الكونجرومرت والبريشيا واللي هي الصخور الكبيرة اللي هي الجرين سايز بتاعها كبير. لكن الساند ستون بستخدم مثلا الميكروسكوب العادي. طيب الحاجات بقى الصغيرة خالص، احنا قلنا الكلي كان اقل من 4 مايكرون او اقل من 1/256 ملي متر. ده انا بدأت بقى ان انا حاجات مش هقدر اشوفها تحت الايه، تحت الميكروسكوب. فانا بشوف مثلا الساند ستون في حاجة بلون الطين اللي هو اللون البني، بس ما بقدرش احدد بالظبط ايه النوع. عايز اعرف هو اهني نوع من الايه، الكلي مينرال. يعني الفلسبارات في عندي مثلا، عندي اورسوكليز، بلايجوكليز، مايكروكلين، الحاجات دي كلها انواع من الايه، الفلسبارات. برضو الكلي مينرال فيها مينرال، انواع مينرال معروفه كل واحد ليه شكل معين. يعني مثلا انتوا في لما الفلسبارات بقدر اتعرف عليها بسهوله لان هي مثلا ليها خصائص بصريه مختلفه. الاورسوكليز بيكون سيمبل توينينج، والالبايت او اللي هو البلايجوكليز بيبقى اللي هو الالبايت توينينج او اللي هي بولي سينثيتك. المايكروكلاين الكروس هاتشنج توينينج. طيب بالنسبه بقى للكلي مينرال، انا مش هقدر اشوفها في الريزوليوشن ده او في الزوم ده، فانا بحتاج ان انا اشوف تقنيه تكبر لي الصوره خالص عشان اقدر اتعرف على الخصائص البصريه والاشكال بتاعه الكلي مينرال سيمنت. من ضمن الخصائص دي حاجه اسمها الاس اي ام. الاس اي ام ده اللي هو سكاننج الكترونيك مايكروسكوب، تقنيه في عباره عن ان انا بستخدم ميكروسكوب بيبقى فيه كلمه الكترون دي ما يقصدش بيها الكتروني اللي هو حاجه ليها دعوه بالالكترونيات والتكنولوجيا، لا، يقصد بيها ان الالكترون اللي هو اللي ملهوش شحنه، اللي هو في الكيمياء بروتون نيوترون وفي الكترون. فده تقنيه بتعمل لي بقدر اتعرف على الكلي مينرال فيها بسهوله. وفي تقنيات اكتر، ان انا مثلا في مش هقدر اشوف في خصائص مش هقدر اطلعها، بحتاج الجأ مثلا للاكس ار دي اللي هو الاكس راي ديفراكشن. برضو ما شفتش، ممكن استخدم حاجات زي الاي بي ام اي. بس انا بشوف التكلفه، يعني انا او ان الحاجه انا عايزاها ولا لا. مش طبيعي ان انا اعمل سي ام لكل الصخر، انا بشوف وبشوف او الجزء اللي انا عايزه اشوف فيه الكلي مينرال اللي بالنسبه لي عايزه ادرسها. طب انا ليه بهتم بدراسه السيمنت دي؟ بتهمني في ان السيمنت ده تاثيره سلبي على البروستين، والكلي مينرال بشكل خاص بيبقى تاثيرها اكتر على البرمابيلتي اللي هي ان يحصل انتقال للراسب للفلويد، تمام. فالكلي مينرال سيمنت في صخور الساند ستون، الاول انترودكشن بسيطه كده ان هو الكلي مينرال دي انتوا لو خدتوا في المعادن خدتوا معدن الكاولينايت. الكاولينايت كان Al2Si2O5OH/4. وقلنا الكلي مينرال والمايكا اللي هو المايكا زي الماسكوفايت والبايتايت عباره عن مينرال
سكندري مش برايمري، بيبقى فيها ميه وبتيجي عن طريق الالتريشن تعريه، او ان هو يحصل تغير للفلسبرات او للفلسبرات. فالمايكا والكلي مينرال دول حاجات سنوية بتيجي عن طريق التعرية أو الالتريشن بتاع الفلسبرات، تمام. وهي هيدروس ألمونيوم سيليكيت، تكوينها يعني زي ما أنا قلت إيه، Al2SiSi2 وO5 OH4، فيها ألمونيوم وفيها سيليكا، وتبع الفيلوسيليكيت. بتمتاز بايه مجموعه الفلوسيكيت دي؟ انها بتكون شيت لايك ستراكشر، بتكون واخده الشكل اللي هو الورقي، تبقى عامله تورق، تمام. طيب ايه الصور دي؟ من هنا كده، من هنا، ده اللي هو الاويل شيل او البلاك شيل، اللي هو احنا نلاحظ كده الليرنج بتاعت الليرنج واضحه فيه. طيب ايه دول؟ دول صور للكلي مينرال تحت الميكروسكوب، انا مش قادره اتعرف عليها، انا شايفه بس ان هو، ودي بتبقى جايه عن طريق ان حصل ان دي كانت في الاسبار وحصل لها زي سوليوشن او حصل لها التريشن، فبدات تتحول لكلي مينر او كاولينايت، فسدت لي الايه، فسدت لي البور. زي يعني لو الكاولينايت ده مش موجود كان كل دي كانت هتبقى بروستين، تمام. طب دي عباره عن ايه؟ طب الكاولينايت ده بيتواجد في الساند ستون كسيمنت بشكل ايه؟ بشكل ان هو بيكون يا اما عامل لايننج كده، عامل زي بطانة حوالين الكوارتز جرين دي، لو اعتبرنا ان دي كوارتز جرين واللي هي فيها باينة انها توينينج، دي اعتبرها في الاسبارات، فاللي هو اللي عامل كوت حوالين الجرين ده فبسميه بور لايننج ايه، كلاي سيمنت. طيب بعد كده ايه الحاجات اللي هي سادة في النص دي؟ الحاجات اللي هي سادة في النص دي اللي هي عاملة بور فيلينج، يعني سادة فراغات، فبسميها بور فيلينج. طيب بالنسبة لديت، ده حصل فراكشر واتملى، يعني ده عن طريق ان حصل مثلا فراكشر وراح مملي بالايه، بالكلي سيمنت. دي بسميها بور بريدجنج، معناها ايه؟ ان حصل بور لايننج في الجرين دي، والجرين المجاوره ليها حصل بور لايننج برضو، الاتنين تقابلوا مع بعض وعمل لي بور بريدجنج عشان الاتنين اتصلوا مع بعض، تمام. وغالبا اللي بيكون هناخد بعد كده اللي بيعمل لي بور لايننج اللي هو الايلايت، لان هقول لكم انواع الكلي مينرال. طيب ديت عامل بلوكات، اهيت بلوكات سدت الفراغات، فده بسميه كاولينايت داكايت بوكس، عامل شكل الايه، البوكس. هناخد الكلام ده في السلايدز اللي بعد كده. طيب يجي بعد كده اهم حاجه ان انا اعرف انواع الميجر تايب بتاعت الكلي مينرال، اهمهم الكاولينايت وهو الموست كومن. الكاولينايت مع حاجه اسمها داكايت، احنا في حاجه اسمها بوليمورف. بوليمورف يعني نفس الشكل زي الكالسايت والانتيجورايت، نفس الكيميكال فورمولا، بس ايه، بيبقى اختلاف مثلا ان ده بيبقى ستيبل عند عمق معين، ده بيختلف في اعماق مختلفه. الكلام ده عندي السمكتايت ومونتبرونايت. السمكتايت ده بقى بيتميز، او المجموعه دي بتتميز ان يحصل لها انها قابليه للسويل، انها تنتفخ، فانا عشان كده ما اعرفش ابني بيها، اول لما بتشرب ميه يحصل لها سويلينج. عندي الايلايت، والايلايت ده بيبقى مرتبط ايه، بالمايكا، معاه مايكا ومعاه حاجات زي برضو معدن الجلوكونايت، بيكون برضو في الجروب دي. طيب عندي كلورايت، الكلورايت انتوا خدتوه في الاوبتكس على طول، كنا نلاقي ان الكلورايت بيبقى حال المكان البيوتايت. وعندي ميكسد لايرز، يعني انها تكون مثلا سمكتايت مع اللايت، اللايت مع كلورايت، اتنين مع بعض، تمام. دي انواع الايه، الميجور تايبز اوف كلي مينرال، انواع اللي هي اهم حاجه بالنسبه لي، كاولينايت وسمكتايت واللايت والكلورايت والميكسد لايرز كلي. بعد كده
انا بقى ايه اقدر اعرفهم على اساس ايه؟ انا لما جيت اصنف في الساند ستون، قلنا ساند ستون لما بيكون ساند ستون حجمه بيكون من 2 لـ1/16، طب اقل من كده سيلت ستون، يبقى انا قسمت على اساس ايه؟ على اساس الجرين سايز. طب انا بالنسبة لما اشوف الصور اللي هي الاس اي ام، هحدد نوع المينرال، هو اهني نوع من الكلي مينرال، على اساس ايه؟ على اساس الشكل او الاستراكشر او المورفولوجي بتاعه او الفورم او تكشر، اي كلمة من دول، شكله عامل ازاي. تمام. الكاولينايت بيكون غالبا عامل ستاكد بليتس، وبيكون او فيرميكولر، وبيكون عامل اوفرلابنج بليتس، وبرده الموست كومن بتاعه بيكون بوكس. اللي انا هلاقيه الكاولونايت ده بيكون ان هو شكل الكتاب، هوريكم اشكال دلوقتي عشان يعني تستعيدوا كده الاشكال اللي ممكن تكون غايبه عن ذهن حد. الكاولونايت ده بيكون يا اما شكل بوك، شكل كتاب، او ممكن فيرمكيولر دي معناها ديدان، شكل الديدان كده. تمام. او زي ما يكون ابليتس كده مرصوصة ورا بعضها. طيب الكولورايت ده اكتر واحد فيه اشكاله كتير، متعدد الاشكال، بيبقى عامل بليتس، اطباق زي اطباق كده، وروزيتس اللي هي الورد، شبه الورد، الهوني كومب اللي هي خلية النحل، اور كابج هيد ده اللي هو احنا بناكله، الخس او الحاجات اللي هو الملفوف. تمام. طب الايلايت بيبقى مشهور بشكله، عامل فليكس او لاس او هير لايك شيتس، يعني هو على شكل شرايط، شكل شعر، شكل الياف، كل اللي هي الحاجات اللي هي الايه اللي بتدي نفس المصطلح ده. طيب السميكتايت بيتميز بان هو كرينكلي، بيكون مجعد، بيدي شكل مثلا خلية النحل او كده، بس بتكون مجعدة شوية. تمام. نقدر نشوف بقى الحاجات دي شكلها عامل ازاي عشان نتخيلها، ما يبقاش كلام ومن غير تخيل. ده شكل البوك لما تكون محطوطة مرصوصة فوق بعضها كده، ستاكد فوق بعضها، تديني الشكل ده. انا اتذكر اوريه لكم عشان لما نشوف الشكل بعمل ازاي. ده شكل ايه؟ الفيرميكيور اللي هو شكل الديدان. اكيد انا مش بقول حاجة يعني انتوا مش مألوفة بالنسبة لكم. طيب اهوت ده شكل عامل، اهوت شكل ديدان، ديدان شكل الدودة اهوت. بس ايه الديدان دي؟ مكونة من بليتس كده مرصوصة جنب بعضها، مرصوصة جنب بعضها، او الشكل او بشكل اخر انها عاملة زي صفحات الكتاب، فده بقول عليه بوك شيب، وده فيرميكيولر شيب. تمام. طيب ده كمان عامل لي شكل، ان هو عامل لي شكل البوك شيب، وهنا كمان، وده عامل فيرميكيولر اللي هو الشكل الديداني، ده كمان عامل شكل الديدان. بس انا اللي انا ملاحظاه ان بس الاختلاف الزوم او الماجنيفيكيشن اللي هي ان انا اقرب على الحاجة او ابعد، ده بيخليلي الحاجة واضحة اوي. يعني دي كانت 10 السكيل، نشوف السكيل اهوت، ان الحبة دول بيساوي 10 مايكرون في سكيل حاجة تانية، انها دي باينة هلاقيها 5 اقل. تمام. كل ما انا قليت كل ما انا اقدر اشوف الحاجة ايه واضحة. تمام. طيب نرجع بس الاول، ده شكل اهوت اللي هو الفيرميكولر، ده شكل ايه؟ ده عامل لي فان شيب. تمام. الفان شيب ده اللي هو شكل المروحة، بيكون برضو من حاجات مميزة بس هنا الزوم كبير جدا فواضح التفاصيل بتاعتها. طيب الكرينكلي نفس النظام ده كده، عامل هو التجعيدة نفس، انا جايبه لكم امثله مختلفه كده عشان نتخيل يعني ايه كلمه كرينكلي اللي هو حاجه مجعده. تمام. شكله ايه؟ اهوت شكل اهوت، عامل سميكتايت، بيكون كرينكلي كوتد، شكل حاجه عامله تجاعيد كمان اهوت، شبه خلية النحل بس ايه، بس مجعدة.
طيب نيجي بعد كده للإلايت. الإلايت ده بيبقى عامل يا إما سوري بقى حظر، وأنا مش عارفة كل ما أجيب أمثلة بجيبها أكل مش عارفة ليه. ده فليكس شكل اللي هو زي ريبون كده أو حاجة طويلة، وهي ده الهير، ودي برضو شكل مديها أشكال. أنا جايبة لكم حاجات بس تكون فاميليار كده إن أنتوا تعرفوها. أهوت بالشكل ده يكون هو الإيه الإلايت عامل ليس لايك. طيب بعد كده الكولورايت. الكولورايت ده احنا قلنا يا كابج هيد اللي هو الشكل ده اللي هو الملفوف ده اللي هو شبه الكورنبايا، تمام. ده اللي هو ستاكد بليتس كده محطوطة فوق بعضها رصة الايه مرصوصة. دي الروزيتا، تمام. ودي هونيكومب شكل خلية النحل بس مش تمام. بعد كده اهوت ده ايه ده احنا انا ممكن اشوفه اهوت عامل ريبون بتاعه اللايت مع الجزء ده، الجزء ده كلورايت. طيب الكلورايت فين؟ اهوت برضو هنا اهو، تمام. والكلورايت اهو عامل شكل ايه؟ عامل شكل ورده روزيتا، وهنا برضو عامل ايه زي بليتس كده او لو انا عشان اقدر اشوفه ممكن احتاج ان انا اعمل زوم اوت عشان الصورة ما تبقاش مزومة جامد، فما اعرفش احدد التفاصيل. اكيد في صور تاني اهو. ده شكل الايه شكل خلية النحل، عامل زي خلية نحل كده اهو بس مش مجعد، وبليتس برضو بليتس ستاكد بليتس اهيت. بيختلف عن الكاولينايت. الكاولينايت شكل تاني خالص. ده هو عامل روزيتا اللي هو ايه اللي بيعمل روزيتا اللي هو الكولورايت. طيب نقدر نقول ايه ده بقى يعني زي نحلهم كده سوا. ده ايه؟ ده كولورايت وده كمان كولورايت. طب الحتة دي كاولينايت، طب ده كاولينايت، طب المجعد ده سوري المجعد ده سميكتايت، طب وده ايه كمان برضو كرينكلي مجعد فبقول عليه سميكتايت، طب وده عامل زي شبه البوك شيب اقول عليه ايه اقول عليه كاولينايت اللي هو رقم اف. طيب هنا دول ايه؟ ده الكاولينايت. طب وده ده الكولورايت، تمام. لازم ادرب عيني الموضوع، مش يعني انا كل ما كترت كل ما كان احسن دينا، يعني عشان ابقى خلاص عيني خدت ان ده كذا وده كذا كلهم يعني قريبين من الشكل في بعض، يعني قريبين خالص، يعني بيكونوا يعني الصورة هي واحدة، فاقدر اشوف لها كذا صورة عشان اقدر ان انا خلاص عيني تاخد ان ده ايه وده ايه. تمام. بس سريعا كده هقول لكم ان احنا دلوقتي درسنا اللي هو الكلي مينرال في الـ under SEM اللي هو السكاننج الكترونيك مايكروسكوب، ايه الموست كومن تايبز بتاعه الكلي مينرال. عندي الكاولينايت بيكون بوك شيب او فيرميكولر، تمام. الكولورايت بيكون يا اما شكل كابج هيد او ممكن يكون روزيتا او بيكون عامل بليتس. عندي السميكتايت بيكون كرينكلي. الالايت بيكون هير لايك او ليس لايك. يا ريت تسمعوا الباور ده، واي سؤال تسألوا انا هنزل لكم الباور، اصلا هنزل لكم الفيديو وهنزل لكم الباور. احنا ليه ونرجع نقول احنا ليه بنحتاج ان احنا ندرس ال سي ام عشان يظهر لي تفاصيل اكتر، يظهر لي النوع اكتر، لكن انا بالشكل ده انا ممكن اتوقع ان ده كاولينايت، تمام، لان الالايت طبيعي بيعمل فايبرس لكن مش اكيد. طيب انا الداكايت والكاولينايت، داكايت والكاولينايت الاثنين دول اهمت بيكونوا بوليمورف لبعض ونفس الشكل. طب ايه اللي يحكم بينهم بقى؟ بستخدم اكس ار دي، اكس راي ديفراكشن. والاكس راي ديفراكشن دي بتحتاج انها تطحن العينه وبعدين تنزل عليها اكس راي وتقيس والكلام ده كله. فدي كلها تقنيات عشان اقدر اقيم الخزان عندي، خزان البترول اللي عندي ساند ستون. فالحاجه وجود السيمنت فيه بيعمل ريديوسنج للايه
للبروستي، وبالتالي بيأثر على جودة الخزان. فأنا ممكن، وممكن بعد كده بيعمل ألاقي حلول، ألاقي حلول إن أنا أقدر أعالج الخزان ده. بالنسبة للموضوع ده اللي عايز يقرأ فيه، في كتاب اسمه Clay Minerals and Sandstone، Clay Minerals Cement and Sandstone بتاع سعدون مراد، هبحاول انزلها لكم. في جزء برضو في بحث كان لدكتور علاء سالم عن ابو ماضي، عن بحث كان عامله في منطقة في الدلتا، في الدلتا، عشان انتم ممكن تكونوا الدلتا، ابو ماضي دي منطقة او فورميشن في الدلتا، هو اللي بينتج، هم اللي بيطلعوا منه الغاز. الدلتا بتنتج غاز، ما بتنتجش اويل، هنعرف الكلام ده في السنين اللي بعد كده. فهم لقوا ان في نوع من السيمنت معين هو اللي كان سادد، او اللي هو قلل الايه، قلل ان يحصل جينيريشن، او ان يحصل ان انا استخرج من الايه، من الخزان ده. يا ريت اي اسئله تقولوها، وبالتوفيق.